الخميس 23 ايار وجمعتنا حلوة جديدة. جمعة رمضانية جديدة بتجمعني معكم اليوم عبر اغاني اغاني، وفريق العمل كله المحط معنا رح نرافقكم لمدة ساعة ونص شوي يمكن، نحكي مواضيع عديدة فنية ودرامية طبعا بتتعلق بالشهر الفضيل. رح فوت على صلب الموضوع مثل ما بيقولوا من دون مقدمة طويلة، بما أنه كل يوم عم بيكون في عنا مقدمات خاصة نحكي فيها تفاصيل رمضانية، تفاصيل المسلسلات والأعمال. اليوم حابب أنه خلي هالأمر لزميلة صحفية وكاتبة الإعلامية رئيسة تحرير موقع بصراحة باتريسيا هاشم. بدي لك يعطيك العافية. يعطيك العافية إلك ولهالبرنامج الحلو برمضان يلي بفش الخلق في راس، لأنه قد ما عم نشوف فراغ على الإذاعات حتى برمضان، أنت بعد عندك المادة الحلوة يلي إلها قيمة عم تنقل على الهوا. عم تابعك لما عم بقدر وعم حب كتير، يعني أنت حدا راقي أصلا بالوسط، بعدنا بنعتمد أنه في ناس برقيك الحمد لله، وأنا مبسوطة كتير فيك برمضان صراحة. خليلي قلبك، خليلي ياكي، ومحلك دايما هيك فارغ على الإعلام المسموع إذا كنت بعيدة عنه، لأنه إليك بس أنا مبسوطة بمسرح تاني هلأ. ايه طبعا طبعا رح نحكي عنه. أول شيء قبل ما نروح لهونيك خليني هيك بس شوي هيك تقييم سريع ورؤية سريعة على ماراثون رمضان 2019 من منظار باتريسيا هاشم. ليك بدي أقول لك شيء، أنا صار لي عم تابع فترة، بيعرفوني كل يلي بتابعوني أنه أنا حدا ما إلي حق أحكم على مسلسل غير بس يقطع وقت شوي طويل، يعني بعد الحلقة 12-13 بصير فيني بلش أحكم، لأنه حرام فراس. أنت بتعرف أنه في كتير مسلسلات بتبلش بمطرح معين نتفاجأ بنهايات أو بكيف بتصير الأحداث، بتصير بشكل مختلف وغير متوقع. كرمال هيك أنا بتروى شوي، بنطر شوي وبرجع بحكم. هلأ اليوم صار بحق اللي قول رأيي بعد الحلقة، صرنا بال17 ما هيك؟ صحيح صحيح. بقى بدي أقول إنه هي ما غلطوا يلي قالوا عن رمضان إنه في مطحنة درامية. بالفعل يعني في مسلسلات كتير، في كتير مسلسلات حلوة، في كتير مسلسلات دون المستوى، بس إنه ما حيكون ما حدا حيقدر في راس يتابع كل شيء. كرمال هيك في كم مسلسل بتحطهم على جنب براسك وبترجع بتتابعهم بوقت لاحق، أو على اليوتيوب أو على مواقع المحطات أو يمكن بإعادات للتلفزيونات. كرمال هيك بدهم يعذرون اليوم يلي ما رح أحكي عنهم، بس أكيد الكل إلهم بعدين يعني شو بقولوا تعليق لإلي بموقعي أو بغير مطرح لأقول رأيي فيهم. بس اللي عم بتتابعهم اليوم على القليلة منهم كتار، مسلسلات اللي عم تنعرض على القليلة على المحطات اللبنانية. بسمح لحالي أقول إنه في أشياء كانت متوقعة تكون أحلى من هيك إجت دون المستوى، وفي أشياء ما كان متوقع لإلها النجاح برزت كتير السنة، وفي أشياء لا ممثلات وممثلين بعدها واقفة محلها في تكرار معين عن سنوات سابقة رمضانية. شو بدك بلش؟ بدي أول شيء قبل ما نحكي بالتفاصيل بدي بلش شوي من تويتر. عادة نحن معوضين عليك عبر موقع تويتر، إذا ما كانت عبر موقعك الخاص طبعا بصراحة يكون هيك فيه لك تعليقات رمضانية. السنة حاسسهم أقل، بعرف أنه مسلسلك الجديد اللي عم تكتبيه أخذ منك مساحة كبيرة، بس ليه هيك حسيناك شوي بعيدة السنة عن لا رح أقول لك شيء، أنا ماني بعيدة، بعدني عم أقول أنا ما كان إلي قلب قبل أحكم. ليك بدي لك شيء، إذا أنا اليوم بدي أقول عن أداء ممثل إنه سيء أو حلو، يمكن بكرة يتغير الأداء يصير أحلى، يمكن هو مكتب له، يمكن يلعب هيدا الدور بهيدول الحلقات 15 أو 13 يكون بمطرح معين سيكولوجيك ما يقلب يتغير بعدين. أنا كيف بدي أحكم وأعدم شخص أو حدا أرفعه للسما ويكون هو ما بيستحق؟ كرمال هيك أنا بتروى في راس حتصير تشوفه من يوم رايح تعليقات أكتر. بس أم باراليل كان موقع بصراحة عم بيدوع كثير ناس عم يلعبوا أدوار ثانوية للأسف نحن نطمنت هيدا الشيء ثانوي، بس هن كانوا عن جد عظيمين برمضان. كنا عم نذكرهم شخص وشخص بمقالات، نعطيهم حقهم، ما بلشنا بعد بالانتقاد. كرمال هيك بدهم توقعوا من هلأ وبالرايح. بس فين اليوم أنا أقول لك رأيي حيكون لأول مرة عم أقوله عبر حدثك وبرنامجك. يسعدنا هيدا الشيء. بداية العمل الدرامي اللي بشكل عام نال إعجابك وقلتي هيدا العمل أنا عجبني ب 2019.
ناس كتير حيتفاجئوا في مسلسلين صراحة أنا عم تبعون ليك تكون عادلة في مسلسل يعني يثير الفضول عندي وحسريتي الكاتب اللي فيه والناقدة إذا بدك الصحفية هو مسلسل الكاتب يلي ما تسنى له يحضر هذا المسلسل ما حيعرف أنا عن شو عم بحكي بس هذا المسلسل بخليك تشغل راسك بشكل الحبكة بس الخياط وأدائه طبعا أنا كنت متوقعة أداء أفضل من دانيلا رحمي يمكن هيك مطلوب منا بس كتير متفاجئة بريم حنا اللي كانت بهالمسلسل بشكل يعني تشويقي مش معقول يعني كل يوم ما فين لوين ما كنت بدي يكون على الوقت قاعدة قدام التلفزيون نطرته لما الملحق عم بحضر على نتفليك صراحة لكون نبلش من هون عم بحضر مسلسل الباشا كل يوم وبقسم بينه وبين الهيبة ليش؟ مسلسل الباشا السحر اللي فيه بساطته وفي عنده سر انه قد ما هو لبناني 100% اشتقنا لهالضيعة ولهالبساطة الناس لهالأزياء لهالتصرفات لهالحكي يلي ما فيه كتير تكلف يعني انا مبسوطة فيه ببساطة خي هيك بتقعد عم تحضر وبتنبسط عم بحضر الهيبة هيدا الجزء افضل من الجزء اللي قبله بكتير ربما يساوي الجزء الاول والثالث بنفس المستوى عم ببلش هلأ يصير احلى انا بتأسف انه مسلسل الهيبة للحلقة 13 كان بعد ما فيه شيء كتير مهم هلأ بلش المسلسل يحلو مثل ما بيقولوا عندي مشكلة مع المسلسلات انها كانت شوي بسيئة بدل ما تكون الأحداث الصعودية بشكل مكثف من أول حلقة عم نحكي عن رمضان ما عم نحكي هون عن مسلسلات خارج رمضان برمضان لازم تكون كل حلقة حابسة للأنفاس وأنا ما فيك تقول عنه مسلسل مكسر الأرض هو المشكلة لأنه 30 حلقة بتعرفي باتريسيا مايك حق بس أنه عم بيلتزموا ب 30 حلقة عم بيكون يعني قضيناها أول 7-8 حلقات للأسف جبل عم يعمل قهوة وشاي ويقلب بيض يعني أنا بحكي بكل صراحة وبتعرفني في راس أنا ما بجامل بس هلأ بلش المسلسل كتير أحلى مع عودة شاهين أنا بعترف أنه هو هلأ كان الحلقة يعني اللي غيرت كل شيء بالمسلسل هلا حيصير المسلسل بعد احلى رح روح على 5.5 انا معجبه جدا بالانتاج تبعه لدينا سيبن جيم صديقه عم تلعب دور ما بدي اقول مثل ما قالوا الكل انه عم بتكرر حالها لا بس يعني انا بعد متشوقه اشوف نادين جيم بمسلسلات فيها يعني او قاتل او مقتول هالقد بدي اشوف بس انا بقول لك شغله انا معجبه بالانتاج جدا بالإبهار اللي فيه بس كمان أحداثه كانت بسيئة جدا صحيح. كنت بتمنى أنه علاقتها بجاد تبلش بحلقات سابقة على القليلة قبل 6 حلقات من هلأ يعني كمان كان بسيء بشكل ما رح روح على مسلسل انت مين؟ أنا من أكثر المعجبين لكريم رزق الله هالإنسانة يلي بتتحدى حالة كل سنة يلي بتفاجئني بأفكارها إذا بدك الريادية ما حدا بيخطر على باله يعني المرأة اللي كانت حلوة وفساتين قصيرة والسكي فجأة قررت بهدل حالة بهذا المسلسل كرمال توصل رسالة كبيرة المسلسل مشغول على اللبنان كتير بتحس حالك بالشارع اللبناني بتحس حالك بزواريب بالشارع اللبناني وهيدا الشيء عن جد بس كريم رزق الله قادرة تفرجينا إياه بمطارح معينة وخصوصا أنا بنطرها برمضان وأصلا بكل شيء بتعمله ونقول دانيال بهذا المسلسل اللي كتبنا عنه عمل نقلة نوعية كبيرة تحية لكريم وتحية لبطل من لبنان عن جد من كل قلبي بطل مسلسل انت مين عمار شلق يلي من بعد رائد بثواني فجأني بهذا الدور الحلو منه هين احنا عنا أبطال لبنانيين عن جد لما يقرروا بيعملوا الفرق رح روح على بروفا إذا ما رح طول عليك رح اختصر لا رح روح لا على بروفا اللي عم بيعالج مواضيع اجتماعية سألت لماجي من كم يوم على التليفون قلت لها فاجأتيني كنت متوقع شوفك عم بتنافس النجمات بغير مسلسلات جيتي شلت الضوء عنك شوي عطيتي مساحة لصبايا وشباب جديد فاجأتيني يعني عملتيها برمضان بدها جرأة وشجاعة ومخاطرة هيدي مغامرة بالنسبة لها قال ما عندها مشكل طالما عم توصل رسالة كبيرة أنا بحترمها على هيدا الشيء ولازم كلنا نتابع هذا المسلسل عن جد اللي عندنا شباب عم يمرقوا بكتير بنفس الظروف وبنفس المسرح بعتي مسلسل أسود ما صح لي كتير تابعه لكن لأنه كنت مقصومة بين مسلسلين وأكون برات البيت بس أنا بقلك كمان من المسلسلات كانت بسيئة شوي قبل بارح كانت نقطة التحول يعني الناس اللي بدون يحضروا من يوم وبالرايح
رح يشوفوا التحول الكبير بعد حلقة مبارح لما انكشفت كارين علاقة إمها بخطيبة. شو بدك تسألني بعد دقيقة صمت وهوا أصفر للأسف ما صحل تدعون طبعا لنجمنا يوسف الخال ولعابد فهد وستيفاني طليبة. رح جرب تابعوا بعد رمضان وإن شاء الله يكون عنا شو يكون عندي يعني ما كون عم بظلمهم لأني ما حضرتهم هلأ. إذا لحقت إذا لحقت بيكون حظ عاصي الفراحة. رائع دقيقة صمت. لازم ترجع تشوفي هيك بعد رمضان مسلسل كتير حلو بصراحة. باتريسيا مين الـ هيك النجم والنجمة اللي بتقولي له بصراحة برافو بصراحة ما حبيت بتصدق انه مش هن الابطال الرئيسيين؟ بدي اقول برافو للابطال السنويين لنقولها دانيال لرولا حمادي لرفيق علي احمد لهيام ابو شديد. بدي اقول برافو لأسعد رشدان. عنا يعني نحن دايما بنحط البطل والبطل بالاول ولازم نحكم على المسلسل من خلالهم. لا اليوم هن كانوا عواميد اللي شالوا هالمسلسلات وتحية كبيرة لقلهم وان شاء الله كل من نسيت حدا من يلي ضووا هلأ. والبطلة إما لكارين بالمسلسل ساعدني شوي جوليا قصار. جوليا قصار طبعا وعايدة صبرة تحية لقلهم. نحن اشتقنا لهم كتير وبرمضان هيدا عملوا الفرق. عم قلك كانوا العواميد شايلين بالمسلسلات كلها. صحيح صحيح صحيح. ختام اللحم كمان يمكن طبعا دمين. تحية كبيرة لقلها تحية كبيرة لهالإنسان الرائعة. للأسف بأول حلقتين من الهيبة كان لها مشاهد كبيرة عظيمة بس رجع تراجع اللي كتب له لأنه الممثل مش هو مسؤوليته اللي مكتب له مضطر يعمله. بقى تراجع شوي دورا إن شاء الله نطلع نشوفه بأداء متميز بالحلقات اللاحقة إن شاء الله. بعيدا عن دراما رمضان شو خبروني الألم رح يسرقك من الصحافي شوي. هو كمان ألم يعني بس هالمرة على نصوص درامية وأعمال رح تكون هيك مهمة رح نشوفها قريبا. خبريني شوي التفاصيل. بدي لك شي راس بوجود البلوجرز اليوم واللي بيدعوا انهم صحافي على مواقع التواصل الاجتماعي صرت عم حس انه انا يعني كيف بدي اقول لك انه بطلت عم يعني ما عم بقبل حق ساوي حالي ببعض الناس اللي عم يدعوا هيدا الشيء. مش غرور ولا شيء لا سمح الله بس لانه نحن اللي بنكتب صحافه صح وصحافه نظيفه صرنا مهمشين او بدك تكون عم بتبيض بويا كل الوقت بيض وجه وتحس جوف طب بقوله او بتكون عم بتغرد خارج السرب وتصير محارب وتصير تتهم بالتآمر والمحدة من باسك ومدري شو. أنا حيات حالي عن هالموضوع لأنه لقيت قلبي بمطرح تاني بالورق وبالشخصيات اللي أنا بكتبها على الورق وكرمال هيك كتير سعيدة وفخورة أنه أنا رحت على مطرح. بتمنى أنه تجربتي الأولى يحبوها الناس بمسلسل سنة عاشرة حب يلي حيبدأ تصويره بمنتصف تموز المقبل إن شاء الله. يا رب هالخطوة يعني يلي حسيت فيها فكر وتجربة حياة وعن جد عطارة بركي عمر لأنه أنا مني صغيرة يعني بالنهاية حطيته بهالمسلسل إن شاء الله يلاقي استحسان الناس وإعجابهم. بشكر مروة جروب الأستاذ مروان حداد يلي عن جد آمن فيه وحط اليوم مجير كل إنتاجه لهالمسلسل يلي نحن عم نتأمل إنه يكون حلو وإن شاء الله يكون ناجح يا فراس. يا رب نحن نتمنى لكم في توفيق أكيد. بدي بس هيك علق شوي على موضوع الكتابة. نحن اليوم لا شك أنه عم نعاني باتريسيا من موضوع النصوص وعندنا أزمة كتاب بالدراما اللبنانية وهذا الشيء واضح أمام الجميع. يعني يمكن بمحلات معينة عم نقدر نكون موجودين ولكن بمحلات كتير عم بتكون الأعمال غير صالحة لتكون أعمال درامية عم تنعمل. قدي هيك تعبت بموضوعك الجديد اللي رح تطلي فيك أول مرة على الناس إنك تكوني عم بتعمقي بالمضمون عم بتروحي على محلات حابين نروح عليها بعيدا عن الأشياء اللي صارت مستهلكة بالدراما اللبنانية. بدي صلح لك إنه الأشياء المستهلكة حتضل تتكرر يعني حب وغرام وخيانة وقتل وتذر. وين الفرق اللي بتعمله أنت؟ بتعمله بالحوار. الحوار والسكريبت هن اللي بيعملوا الفرق بكل شيء. لاحظ المواضيع من عشرات سنين تتكرر بس بدك تشوف المعالجة هي اللي بتعمل الفرق الكبير. كمان هيك قلت لك أنا حطيت فكرتي لأنه كل كلمة عم تنقال كل جملة حتنقال حتقعد أنت تستلذ إنك تسمعها. تقول أنا صار لي زمان ما سمعت هذا الحكي العميق واللي له طعمه لأنه عم نشوف أشياء يمكن قصص حلوة بس كتابتها
أو كيف طريقة معالجتها فراس عم بتكون بايخة سطحية سخيفة أوقات. كرمال هيك هون الفرق اللي أنا معتمدة عليه يلي مقام انه حيعمل فرق ان شاء الله. وما بدي احكم على شيء، رح التزم الصمت من هلأ لوقت عرض المسلسل وانتهائه يمكن لشوف ردة فعل الناس. قبل ما تقرري واذا ما حبوا رح احترم ذوقهم ورأيهم وانسحب على مطرح يمكن ما منه لقلي. بس انا حبيت مثل من هالدنيا قبل ما اترك بصمة بعالم الدراما اللي انا كنت دايما اقول ليه ما بدي كتبوا احلى من هيك. جربت اذا ما كتبت احلى منهم برجع الفيلم. لا ان شاء الله رح يحبوا ويكتروا، بس حطينا هيك بالصورة حصريا شوي هيك عن يعني الموضوع اللي رح يكون مطروح بهذا العمل قدر المستطاع، شو بتقدري تخبرينا؟ هيك بدي اقول لك فراس انه هو حيكون صادم باوله، ممتع بنهايته. ما فيني اقول تفاصيل لانه القصة معتمدة على كل جملة ممكن اقولها بتنفهم كل القصة، بس بقول لك انه هو صادم بالاول، جريء جدا، بينتهي بشيء ممتع. الناس حيكونوا، انا ليك انا اؤمن بالنهايات السعيده، وبحياتي ما قبلت بكل ما احضر مسلسل اقول هيك عم يكتبوا مسلسل. لو كانوا بدهم يعملوه واقعي، ما الواقع اوريدي مدمرنا بكل الوطن العربي، على القليل خلي بالمسلسلات مساحه فرح، مضبوط ولا لا؟ مساحه امل. صحيح. بقى كرمال هيك انا حبيت يكون المسلسل بهيدا الشكل، بس بقول لك انه هو مسلسل محفز للحب والعشق من جديد، محفز للرومانسيه بشكل كبير، الرومانسيه اللي افتقدناها من فتره كثير كبيره بالحياه. حبيت انقلها على الشاشه للعالم ترجع تعيد النظر، هو اعاده نظر لكل حدا قلبه بطل يدق كتير بسرعة. أنا مصرة أنه بدي بهذا المسلسل خليه يرجع يدق فوق الميتان. خبرتي شوي هيك عن الأبطال، عن مين رح يكون ولا بعد؟ بعدي الأبطال بعدهم سر عند أستاذ مروان حداد يلي عم يتواصل هو معهم. بس فيني أقعد أغاني أنه أول ما يكون عندي علم بكي أنت أول ناس حيكونوا بيعرفوا. ودايما عندي متعة احكي على هالمحطة يلي بحترمها كتير وبقدرها، وهي بتهتم وبتحبك. بس بقلك انه إليس معان يعني وعد حاله يعمل شغل كتير كبير، حيصور المسلسل بين لبنان دبي وباريس، وان شاء الله يا رب يا فراس يتحقق او ينجز مثل ما نحن انا والمنتج والمخرج متمنيين، ليكون واحد من المسلسلات اللي حتنافس بقوة بالجريد الجديد إن شاء الله. يا رب، نحن ما نتمنى لك كل التوفيق. بدنا نقول إنه لما تكون الكاتبة جاية من خلفية إعلامية هالقد شاملة وهالقد مثقفة وتجربتها هالقد كبيرة، لا شك إنه رح يكون عملها عم بيحدث فرق. معولين كتير على هذا العمل، محملينك مسؤولية كتير كبيرة، لازم تعرفي هذا الشيء. بس كنوا واقفين حدا على فرق وقفين. أنا واحدة منكم وفيكم. طبعاً طبعاً طبعاً. وإن شاء الله. قبل ما أفكر أو قبل ما أخلص في شيء ضروري أقول. تركته للآخر أصد. أنا بعرف إنه محطة أغاني هي الأولى بحسب إحصاءات إبسوس، هيدا الشيء اللي بترددوه على مدار السنة، صحيح؟ ونفس الشركة يلي تعطي إحصاءات هي اللي صار لها 17 يوم تعطي إحصاء إنه مسلسل الباشا هو الأول بلبنان، بيسوى نوقف عند هيدا المسلسل يلي ناجح هالقد وعن جد نزقف له. مش الإنتاجات الكبيرة يلي تصنع النجاح، الناس اللي بيعملوا النجاح. بقى بتمنى على كل الاعلام ينصف هيدا العمل اللبناني يلي في كل ممثلين يلي منحبهم ويلي عم يعمل شغل حلو ويلي بحسب الاحصاءات كلها هو الاول. ما فينا نغض النظر عن نجاح فراس او شو بقولوا يعني نغمض عيننا ونعمل حالنا انه ما انتبهنا. بسوى نزقف لكل يلي الارقام والناس والشارع اعترف فيهم. انا بس حبيت اقول هيدا الشيء لانه حسيت بكل المطارح بس ينحكى عن دراما اللبنانيه اوقات يهمش هذا المسلسل، هذا يغير. صحيح يمكن لانه كان بلش قبل رمضان، بس لا شك انه اكيد تهنئه خاصه للمنتج مروان حداد ولكل طاقم العمل على نجاح الباشا، والكل شايف هذا الشيء يعني اصحابنا واخواتنا واولادنا يعني أكيد اللي أكيد. بالمسلسل بغض النظر عن البطل الصوره الكبير رشيد عساف اللي أكيد. عم يعمل عمل عظيم، بس بالنهايه كلهم اصحابنا واصدقائنا، وخلي الدراما اللبنانيه بألف خير ومنتعش دايما يا رب يا رب. مسؤوليتك كبيره، نحن محملينك مسؤوليه وناطرينك، وان شاء الله الاتصال الجاي بيكون تهنئه على نجاح العمل. وانت خليك مضوى هالقد بالاذاعه، وبعد رمضان بدنا نضلنا نسمعك، ممنوع بقى ما تكون على الاذاعه. وتحيه كمان من خلالك لكل يلي بيشتغلوا باغاني لصديق محمد قايف، وانتم اذاعه بنشوف حالنا فيها
مش بس بلبنان، واصل لاخر الدنيا. خلينا ياكي. ثانك يو باتريسيا، انا بدي احييكي وناطرين المسلسل. ميرسي. رمضان كريم عليكي، مع السلامه. باي باي. نحن راح نروح مع أول فصل إعلاني ببرنامجنا بعد ما كنا باتصال مع الإعلامية والكاتبة باتريسيا هاشم لنعرف شوي أكثر عن ثاني عشرة حب ونعرف رؤيتها الرمضانية لدراما رمضان 2019. بعد البريك طبعا راح نكون بالفقرة الثانية، وضيفنا بالستوديو اليوم راح يكون هيك مفاجئ بالنسبة لإلكم، وأكيد راح تكونوا سعيدين كتير بوجوده معنا لأنكم كلكم عم تنطروا كل ليلة وعم تحبوا كتير اللي عم بيقدم لكم إياه من خلال مسلسله. جمعتنا حلوة عبر أغاني 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 أغاني.